نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن عاوزين في رمضان نرتبط بالقرآن ونعيش معاه، ومش هنلاقي أحسن من القصص القرآني علشان نرتبط بالقرآن. واليوم مع هذه القصة من قصص القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان قوم إبراهيم في العراق يعبدون الأصنام أم يعبدون الكواكب؟ وكيف دعاهم إبراهيم عليه السلام إلى الله؟ وكيف كان استدلالهم على الشرك الذي هم فيه؟ وكيف أبطل الخليل إبراهيم عليه السلام حجتهم؟ وهل كان يقول إبراهيم عليه السلام هذا ربي هذا ربي اختبارا لهم وتمحيصا، أم بالفعل كان يبحث عن الحقيقة؟ ومن هو الملك الذي نظره إبراهيم عليه السلام؟ وكيف بهت الذي كفر؟ تابعونا حتى النهاية. ولابد أن نعلم بأن قوم إبراهيم عليه السلام كانوا مشتتين في عبادة بعض الآلهة المزعومة، فمنهم من عبد الأصنام ومنهم من عبد الكواكب. ولما أرسل إليهم إبراهيم الخليل عليه السلام إذا به يدحض حججهم ويزيل شبهاتهم، ووقف أمامهم وحده يواجه أفكارهم ويرد على شبهاتهم. وتصور لنا سورة الأنعام هذا المشهد العظيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وتبدأ قصة إبراهيم في دحض عبادة الكواكب، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، أقبل الليل عليه ورأى كوكبا في السماء فإذا به يقول هذا ربي، فلما أفل غاب هذا الكوكب، غاب بطلوع النهار، غاب بشروق الشمس. قال لا أحب الآفلين، لا أحب من يغيب عن عباده، لو كان هذا الكوكب إلها لما غاب عن هذه الدنيا. وبذلك يضع إبراهيم عليه السلام قاعدة هامة بأن الرب لا يغيب عن عباده. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. ولعل سؤالا يتبادر إلى أذهاننا، هل بالفعل كان الخليل إبراهيم عليه السلام ها هنا يبحث عن الإله الحق، أم أن هذا كان من باب المحاججة ومن باب المناظرة ومن باب إبطال هذه الآلهة المزعومة وهي الكواكب عند من يعبدونها؟ اختلف المفسرون في ذلك، فمنهم وهم عدد قليل يقول بأن إبراهيم عليه السلام بالفعل كان يبحث عن الحقيقة ويقول هذا ربي هذا ربي هذا ربي، حتى اقتنع بأن هذه الكواكب لا تصلح بأن تكون آلهة. وهذا قول للطبري في من سبق، ولكن جمهور المفسرين على أن إبراهيم عليه السلام كان يقول هذا الكلام من باب محاججة قومه
ومن باب إقامة الحجة عليهم. فيقول هذا ربي، أي هذا الذي تقولون عنه بأنه ربي في زعمكم، هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، إلى نهاية الآيات التي ذكرناها منذ قليل، حتى بين لهم في النهاية أن هذه الكواكب، سواء هذا الكوكب أو الشمس أو القمر، لا يصلحون بأن يكونوا آلهة، لأنهم يظهرون تارة ويغيبون، والإله لا يغيب عن خلقه. وفي سورة الأنبياء مشهد آخر لهذه المحججة لقومه، ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. يوجه دعوته ها هنا إلى من يعبد الأصنام من قومه، ومنهم أبوه، إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، تعكفون على عبادة أصنام لا تنفع ولا تضر. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فيتفجر عندهم الدافع الذي يعبدون به هذه الأصنام، وهو أنهم يتبعون آباءهم في ذلك. آباءهم كانوا يعبدون الأصنام فهم يسيرون على أهواء آبائهم. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. فإذا بإبراهيم عليه السلام يهزهم هزا عنيفا، يهز فكرهم ويهز عقيدتهم، فيقول عليه السلام قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. آباؤكم الذين تسيرون على هداهم وتظنون أنكم تسيرون في الطريق الصحيح، أنتم وآباؤكم في ضلال واضح وبين ولا تسيرون على هدى. فإذا بهم يفاجؤون بهذا الأمر من إبراهيم، فيقولون له قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، إياك أن تكون تلعب معنا بهذا الكلام. فإذا به عليه السلام قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. لقد أبطل إبراهيم عليه السلام حجتهم الواهية، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. أين عقولكم؟ أين عقولكم في هذا الاتباع الأعمى؟ وهكذا يسير خلف هؤلاء كل من يلغي عقله ويتبع من سبقه ظنا بأنه على الحق وعلى الهدى المبين. ولكن إبراهيم عليه السلام يبطل هذه الحجج ويصدمهم صدمة عنيفة. وتعبر سورة الشعراء أيضا عن هذه المحاججة والمناظرة، واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. فيناظرهم ويحاججهم، قال هل يسمعونكم إذ تدعون، هذه الأصنام هل تسمعكم وهل تستجيب لدعائكم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. قال فرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، ومن ربك يا إبراهيم؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. هذا هو ربي، فهل تستطيع آلهتكم أن تحل محل ربي الذي يخلقني ويهديني إلى الصراط المستقيم، والذي هو يطعمني ويسقين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي إذا مرضت أيضا فهو الذي يشفين، هل تستطيع آلهتكم ذلك؟ لا والله لا يستطيع ذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك في سورة العنكبوت توجيه آخر يوجهه إبراهيم إلى قومه حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، فيقول لهم إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، ف
فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. انتهى إبراهيم عليه السلام من هذه الدائرة الثانية من دعوته. الدائرة الأولى كانت أقرب الناس إليه وهو أبوه، ثم الدائرة الثانية أوسع قليلا وهم قومه الذين يحيطون به. فلما نظرهم وحاججهم وأبطل كيدهم انتقل إلى الدائرة الأوسع، إلى رأس القوم، إلى الملك الذي كان يأمر الناس أن يعبدوه من دون الله. وذكر الله قصته في سورة البقرة. ماذا نعرف عنه؟ ما هو اسمه؟ وأين كانت مملكته التي كان يحكمها؟ القرآن والسنة الصحيحة المعتمدة لم تبين أي شيء عن هذا الملك غير ما ذكر في القرآن، لأن هذا هو الذي يريده الله سبحانه وتعالى. ولكن في الإسرائيليات وفي الأخبار المروية عن أهل الكتاب نجد أنهم ذكروا أن هذا الملك هو النمرود ابن كنعان، تقال بالدال أو بالذال، النمرود أو النمروذ ابن كنعان، وكان يحكم مملكة بابل، وكان قد نصب نفسه إلها على الناس وأمر الناس أن يعبدوه. طبعا ذاع صيت إبراهيم عليه السلام بعد مناظرته لقومه ومحاججته لهم، فيصل الأمر إلى بلاط الملك ويسمع الملك به، فيذهب إليه إبراهيم لكي يناظره ولكي يبطل حجته. فذهب إليه إبراهيم: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ لماذا يحاج إبراهيم في ربه؟ ولماذا يجعل الناس يتخذونه إلها؟ هل لأنه كانت تجري فيه دماء خاصة؟ هل كانت له إمكانيات غير عادية؟ لا والله، ولكن لأن الله آتاه الملك، الله هو الذي آتاه الملك، ثم هو يتنكر لربه ويدعي أنه هو الإله. وما حجته في ذلك؟ إذ قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت، قال: أنا أحيي وأميت. كيف تحيي وتميت؟ فإذا به يأتي بشخصين محكوم عليهما بالإعدام، فيأمر بإعدام أحدهما ثم يأمر بالعفو عن الآخر، ويظن بذلك أنه يحيي ويميت. أفلا كان له من الأولى أن يأتي بجيفة ميتة متعفنة ثم يحييها ويدب فيها الحياة لكي يقول بأني إله أستطيع أن أحيي وأن أميت؟ لا والله، هو لا يملك ذلك. ولما وجد إبراهيم عليه السلام هذه العقلية الضعيفة التي لا تستطيع أن تقيم حجة على أنه إله، إذا بإبراهيم عليه السلام، وهذا ينبغي أن يفعله كل داعية حينما يرى من أمامه عقله ضعيف، يحاول أن يأتي بشيء فيه شبهة لكي يثبت لنفسه أنه على الصواب وعلى الرشاد. لما وجد إبراهيم عليه السلام هذه العقلية من الملك أنه ظن بذلك أنه يحيي ويميت، انتقل إلى موضوع آخر تماما لا يستطيع فيه الملك حراكا، ولا يستطيع فيه الملك أن يدعياه لنفسه. فماذا فعل إبراهيم؟ قال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. إذا كنت تدعي الألوهية فإن إلهي الذي أعبده يأتي بالشمس من المشرق، من جهة المشرق، فأتي بها من المغرب. إذا كنت إلها بالفعل وتأمر الناس أن يعبدوك فأتي بالشمس من المغرب، وهذا لا يستطيعه أي أحد يدعي لنفسه الألوهية. فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هل انتهت قصة إبراهيم عند ذلك؟ لا والله، القصة مستمرة، ولكن حتى لا نطيل عليكم إن شاء الله نكمل في الحلقة المقبلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.